على مدار 6 قرون صعدت الإمبراطورية العثمانية إلى قمة القوة والتأثير لتصبح واحدة من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية في التاريخ، من فتح القسطنطينية الذي هز أركان أوروبا إلى معارك هيمنت على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدمت هذه الإمبراطورية سلاطين استثنائيين، حكاما عززوا مكانة الإسلام ومكانة دولتهم من مجرد إمارة صغيرة إلى قوة عالمية عظمى. وفي هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة عبر الزمن لاستعراض أبرز 7 سلاطين في الدولة العثمانية. سليمان القانوني يعتبر أقوى السلاطين العثمانيين وأطولهم حكما، حيث تولى الحكم أكثر من 46 عاما في عهده. وصلت الإمبراطورية إلى أوج قوتها ليس فقط عسكريا ولكن أيضا قانونيا، قام بإصدار مجموعة من القوانين التي أصبحت تعرف فيما بعد بالقوانين العثمانية، مما أكسبه لقب القانوني. ومن أهم الفتوحات والمعارك التي خاضها فتح بلغراد. عندما جلس على كرسي الخلافة كان أول ما قام به هو إرسال رسالة إلى ملوك أوروبا يعلمهم بتوليته الخلافة ويأمرهم فيها بدفع الجزية كما كانوا يفعلون في عهد أبيه السلطان سليم الأول. فما كان من ملك المجر إلا أن قتل رسول السلطان بعد أن ظن فيه الضعف لحداثة سنه، فاستشاط السلطان غضبا وقال: أيقتل سفير الإسلام وأنا حي؟ فما أن أصبح الصباح إلا وقد أعد السلطان جيشا جرارا مدعوما بالسفن الحربية، وانطلق بهذا الجيش العرمرم إلى مدينة بلغراد التي كانت تعد بوابة أوروبا الوسطى وحصن المسيحية المنيع كما كانوا يطلقون عليها، وهي المدينة التي لم يتمكن السلطان محمد الفاتح من فتحها. ولما انصرف عنها قال: عسى الله أن يخرج من أبنائي وأحفادي من يتمكن من فتح تلك المدينة. وصل السلطان وجيشه في وقت قياسي إلى مدينة بلغراد وضرب عليها حصارا شديدا، حيث تم تقويض جدرانها بالألغام و7 أيام من القصف العنيف. وبعد 2.5 شهر تسقط بلغراد. ثم قاد الجيش لمعركة مهاكس، وقد استطاع سحق الجيش المجري بشكل حاسم، مما أدى إلى سيطرة العثمانيين على جزء كبير من المجر، كما قام بحصار فيينا. بالرغم من أنه لم يتمكن من السيطرة على فيينا، إلا أنه استطاع دب الرعب في قلوب ملوك أوروبا، وأظهرت هذه المعركة قوة الإمبراطورية العثمانية وقدرة سليمان القانوني على تهديد قلب أوروبا. كما خاض فتوحات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما سيطر أيضا على طرابلس وتوسع في العراق ضد الصفويين. محمد الفاتح الذي يعتبر من أعظم السلاطين الفاتحين في التاريخ، ليس في التاريخ العثماني فقط بل في التاريخ عامة، عرف بذكائه العسكري وقوة إدارته، وأطلق عليه لقب الفاتح بعد فتح القسطنطينية، حيث قاد الحملة الشهيرة لفتح القسطنطينية بعد أن أتم الاستعداد لها بشكل جيد برا وبحرا، من حيث المدافع العملاقة التي لم ترى أوروبا مثلها والسفن الجديدة والفرسان المدربين. ثم قام بعد ذلك بالتوجه إلى القسطنطينية وقام بدك الحصون الصليبية، مما أنهى الإمبراطورية البيزنطية وجعل القسطنطينية عاصمة جديدة للإمبراطورية العثمانية تحت اسم إسلامبول. لم تتوقف هنا إنجازاته، فبدأ الشروع في سلسلة جديدة من الفتوحات لإعادة التفوق العثماني وترسيخه في البلقان. ثم فتح أثينا وضمها إلى الإمبراطورية العثمانية بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية، وفتح بلاد الصرب والبوسنة، وتوسع في البلقان وضم العديد من المدن الأوروبية. توسعت نفوذ الإمبراطورية بشكل كبير خلال عهده، مما جعل الدولة العثمانية قوة عظمى في المنطقة والعالم.
السلطان سليم الأول المعروف بسليم العابس، وذلك بسبب جديته وشدته. تولى الحكم في فترة حساسة بعد اضطرابات عصفت بالدولة العثمانية أواخر عهد والده بايزيد الثاني. وفي عهده حققت الدولة العثمانية انتصارات كبيرة بالرغم من فترة حكمه القصيرة التي لم تزد عن 8 سنوات. ثم حول أنظاره شرقا لحرب الصفويين. استطاع أن يهزم الصفويين بقيادة الشاه إسماعيل الأول في معركة جلدران، مما أدى إلى ضم العراق وشرق الأناضول إلى الدولة العثمانية، وانتصر في معركتي مرج دابق والريدانية ضد المماليك، واستطاع ضم مصر والشام للدولة العثمانية، وأصبح الخليفة بعد ذلك، كما ضم الحجاز الحرمين الشريفين، مما عزز من مكانة الدولة العثمانية، وأصبح خليفة للمسلمين بعد ذلك. السلطان بايزيد الأول المعروف بالصاعقة كان قائدا شجاعا وسريعا في المعارك. حصل على لقب الصاعقة بسبب سرعته الكبيرة في التحرك في المعارك والفتوحات. قاد معركة نيوقبلس حيث حقق انتصارا ساحقا بعد تحالف ملوك أوروبا بقيادة مملكة المجر، مما عزز نفوذ الدولة العثمانية في البلقان وأرعب الدول الأوروبية من قوتها المتزايدة. حاول أيضا فتح القسطنطينية، وبعد حصار لأسوار القسطنطينية إلا أنه لم يتمكن من فتحها، ورغم ذلك فرض شروطا قاسية على الإمبراطورية البيزنطية وأجبرها على دفع الجزية. تعرض في آخر حياته لهزيمة في معركة أنقرة على يد القائد المغولي تيمور لنك، مما أدى إلى فترة من الفوضى في الإمبراطورية العثمانية بعد ذلك. السلطان مراد الرابع هو أحد أشهر سلاطين الدولة العثمانية. تولى مراد الحكم وهو في سن صغير 11 عاما، وكانت والدته السلطانة كسوم هي الوصية عليه في البداية. الدولة العثمانية كانت تعيش فترة من الفوضى بسبب ضعف السلاطين السابقين وتزايد نفوذ الانكشارية والولاة. بعد بلوغ السلطان مراد سن الرشد قام بتنفيذ إجراءات صارمة لإعادة السيطرة على الدولة. قام بإعدام العديد من الانكشارية والولاة الفاسدين وأعداء الدولة، كما أصدر السلطان مراد سلسلة من القرارات الصارمة لمنع الفساد والفوضى في المجتمع، كما حظر شرب الكحول والتبغ والقهوة، وفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذه الأوامر، وصلت أحيانا إلى الإعدام. قمع تمردات الإنكشارية بحزم وأعاد الانضباط للجيش، مما ساهم في استعادة قوة الدولة العثمانية واستقرارها. كانت أبرز إنجازاته العسكرية هي استعادة بغداد من الصفويين، وهو انتصار أعاد الهيبة للدولة العثمانية داخل المنطقة. وقد دخل في صراعات عديدة مع العديد من القوى الإقليمية، وحافظ على توازن القوى بين العثمانيين والصفويين. السلطان مراد الأول المعروف بالسلطان الشهيد، بعد عام من توليه الحكم انتصر على المتمردين في أنقرة وجعل أدرنة عاصمة الدولة العثمانية. وسع السلطان مراد فتوحاته في شبه جزيرة البلقان، حيث استولى على مدينة صوفيا ومدينة سالونيك، وقام بعددا من الغارات في شمال اليونان. أدى ذلك إلى قلق الملوك المسيحيين الذين طلبوا مساعدة البابا أوربان الخامس، فدعا إلى حملة صليبية لمواجهة العثمانيين في معركة قصوة أو كوسوفو، استشهد فيها السلطان مراد غدرا على يد جندي صربي. ولكن العثمانيين لم يلبثوا إلى أن نظموا صفوفهم تحت قيادة بايزيد ابن السلطان مراد، فهزموا القوات الصليبية هزيمة شنعاء. خضت هذه المعركة بشكل كبير على حلم الدولة الصربية في استعادة السيطرة على البلقان، وأدت إلى إضعاف الإمبراطورية الصربية. السلطان عثمان الأول ابن أرطغرل هو مؤسس الدولة العثمانية،
بدأ حكمه كزعيما لقبيلة قاي التركية في الأناضول، وخلال فترة حكمه تمكن من توسيع أراضيه عبر الغزوات والفتوحات العسكرية. قام بفتح العديد من المدن البيزنطية الصغيرة بعد انتصاراته على الصليبيين، وسعى لتأسيس قاعدة قوية للدولة العثمانية، كما قام بترسيخ الحكم العثماني بإنشاء نظام إداري وعسكري، مما ساعد على تطور الدولة العثمانية إلى إمبراطورية قوية في القرون اللاحقة. يعتبر عثمان الأول من الشخصيات المحورية في التاريخ لنجاحه في بناء أسس قوية لإمبراطورية ستصبح واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، والتي سوف تستمر لمدة 6 قرون.